النفسي. طبعا يبقى لازم نعالج الضغط النفسي في البدايه. العلاجات السريعه احنا دلوقتي عايزين ندي فيتامينات فيتامين د وفيتامين بي 6، عايزين ندي املاح الكالسيوم بالمغنيسيوم لان غالبا بيبقى عندهم نقص كبير جدا فيهم. طب ايه الوجبه المقترحه عشان يبقى بشكل سريع الناس بقى تستفيد؟ ايه الحاجات اللي احنا ممكن ناخدها او ايه المشروبات السريعه؟ المشروبات السريعه مشروب الكراويه، اليانسون، البابون، الحلبه، ناخدها بعد كل وجبه، نحاول ننوع ما بينهم. الوجبه المقترحه الثانيه احنا ممكن بليله باللبن، ناخد وجبه بليله باللبن بعد الوجبات. ممكن ناخد لبن ونحط عليه شويه مكسرات ونحط عليه مثلا 7 تمرات صباحا كل يوم، ديت هتحسن لهم الحاله المزاجيه، هتنشط لهم الدوره الدمويه، هتخليهم في حاله نفسيه تكاد تكون كويسه، تريح لهم اعصابهم فيكونوا ريلاكس احسن ونستطيع ان احنا نحل المشكله بشكل اسهل. طيب جميل، انا شاكر لك جدا دكتور احمد عطيه دهشان استشاري.